فترة الحمل تشعر فيها المرأة الحامل بتعب شديد. إذا أنت حامل يمكن تحسين بهذا التعب، لكن يمكن تحسين أن ما حد يفهم هذا التعب اللي أنت تمرين فيه. يمكن البعض يظنون أنه اشتد العين، ويمكن الباقيين يحسون أنه تعب خفيف يروح مع النوم. لكن في الواقع تعب الحمل تمر فيه الكثيرات من النساء، وهو تعب حقيقي يجهد الجسم والعقل ويخلي الحامل تحس أنها ما تشتهي تسوي شيء ولا تروح مكان لأنها دائما تعبانة. فبغض النظر عن عمرها أو حتى وزنها، كلها تقول ما فيني شدة وخلوا كل شيء لعقب ما أولد. لكن هل تعب الحمل فعلا جزء من أعراض الحمل؟ وهل هو شيء يجب على المرأة الحامل أن تستحمله لأنه ما يأثر على الجنين؟ هل ظاهرة المرأة الحامل اللي كلها تعبانة ظاهرة نشوفها في كل أنحاء العالم؟ أو هل هي ظاهرة مرتبطة بنمط الحياة والمجتمع عندنا هنا في الخليج بس؟ هل يرتبط تعب الحمل بنقص معين أو نوع معين من الأكل؟ ما خاطرك تستمتعين بحمل صحي مع نشاط وحيوية خلال 9 أشهر؟ ما خاطرك أنت تصيرين المرأة الحامل اللي تصير قدوة للآخرين من ناحية النشاط والصحة؟ ما تحسين أن حان الوقت أن النساء الحوامل الحين يستمتعون بحملهم وتصير 9 أشهر وقت حركة وإنتاجية بدل خمول وتعب؟ تابعي معنا حلقة اليوم وتشوفي شلون ممكن تزيدين طاقتك أثناء الحمل عن طريق الوصول إلى الصحة المثلى. في فترة الحمل من الطبيعي أن الجسم يبطئ شوي لأنه قاعد يكون جنين. لكن هل مفروض أن المرأة الحامل تكون تعبانة لدرجة أن التعب يرهقها ويخليها تأجل أعمالها كلها لما بعد الحمل؟ عشان نعرف شلون نخفف أعراض تعب الحمل، لازم أولاً نعرف أسبابه. ومن أكبر مسببات التعب طبعاً هو أن الجسم يحتاج أن يضخ المزيد من الدم إلى الجنين والمشيمة. فهذا التوجه الجديد للدورة الدموية يخلي المرأة الحامل تحس بالتعب. إذا كان هذا هو سبب التعب، فقد تستعيد المرأة الحامل طاقتها بعد 3 أشهر من الحمل. ليش؟ لأن تكون المشيمة تكونت وتستلم المشيمة مهمة تغذية الطفل. في بعض الحالات يكون التعب ناتج عن بعض المشاكل في النوم اللي تخلي المرأة الحامل تحس أنها ما حصلت نوم عميق يعطيها طاقة كفاية عشان تباشر يومها. النوم أثناء الحمل عادة يتأثر يمكن بالأفكار والمخاوف اللي عند الأم، أو بالمشاكل الهضمية والحرقان اللي ساعات يصير في فترة الحمل، أو حتى يتأثر النوم سبب صعوبة إيجاد طريقة مناسبة للنوم لأن الوزن زايد يمكن أو الجنين يتحرك في الليل. لكنك ما لازم تستحملين هذا التعب الشديد طوال فترة الحمل. يمكن في أشياء ممكن تسوينها في هالأثناء عشان تسترجعين ولو نسبة صغيرة من طاقتك، عشان على الأقل تقدرين تستمتعين بالفترة الباقية من الحمل. زيادة متطلبات الجنين قد تعني أن الدورة الدموية تتوجه أكثر لنمو الجنين، ولأن الحديد اللي في الدم هو اللي يحمل الأكسجين لأنحاء الجسم ويعطي طاقة، فنقص الحديد شائع جداً، ونقص الحديد دائماً يصحب معاه التعب. الحل أنك تزيدين الحديد من مصادر الأكل. المرأة الحامل يعني ممكن أول شيء ما تعمل مجهود زيادة عن اللزوم أو عن جسمها، يعني تمارس حياتها بشكل طبيعي، بس أي مثلا رياضة عنيفة أو أي إجهاد إنه تبتعد عنه. الأكل الزائد مثلا أو خلينا نقول الأكل الدسم هذا تبتعد عنه. 3 months لازم بتاكل فيتامينز، مالتي فيتامينز سواء كانت ناتشرال ولا سبلمنت، يعني تحتاج إلى البوث، يعني أنه سواء كان شغلات من الفاكهة دايركت ولا من السابلمنت. تنتبه على الغذاء تبعها وتقسمه مزبوط، يعني بين فيتامينات بين نشويات بين خضروات، أهم شيء برضو منتجات الحليب كتير بتساعد، يعني والمشي والماي، يعني هيك أشياء، عصائر كتير، فرش جوس، سلطات وخضروات. والحديد موجود أيضا في اللحوم، لكن لا تكثرين منها وايد وحاولي أنها تكون لحوم عضوية. عقب شوي في الحلقة براويك شلون تسوين عصير مركز يعطيك زيادة سريعة في الحديد. لكن الحين خلي في بالك هذه الأشياء، في أشياء إذا ضفتيها في حياتك بتزيد طاقتك، وأشياء أخرى بتاخذ طاقتك، محفزات الطاقة ولصوص الطاقة نسميها. فالحين فكري معي، شنو هي لصوص الطاقة اللي في حياتك؟ الأكل المصنع يسلب الطاقة مثل الخبز الأبيض والمعجنات مثلاً، السكر بعد يسلب الطاقة، خاصة السكر المصنع اللي في الحلويات والشوكولات والسكر حتى اللي نضيفه للمشروبات الحارة. الكافيين في الشاي والقهوة بعد يسلب الطاقة،
مع أنه ممكن تحسين أنه يعطيك طاقة في البداية، لكن بعد فترة يسبب هبوط ويخليك تعبانة أكثر من قبل. لاحظي أن الخبز والمعجنات والسكر والكافيين يكونون جزء كبير من الأشياء اللي تاكلها المرأة الحامل، فعشان كذي كلها تعبانة. ركزي أحسن على محفزات الطاقة مثل الحبوب الكاملة، الرز الأسمر مثلاً، البقول مثل العدس، الفواكه الطبيعية، المكسرات النية، وحاولي بعد تحصلين على شوية رياضة وحركة يومياً. الرياضة مع أن فيها حركة لكنها تعطيش طاقة، تعطيش طاقة أكثر لأنها تحرك وتنعش الدورة الدموية حتى. وخلي وجباتك تكون منتظمة، اكلي كل ساعتين مثلاً، وخلي خياراتك تكون دائماً صحية. بهالطريقة بتلقين طاقتك مرة ثانية، وبتكتشفين أن الحمل ممكن أنه يكون مليان نشاط وحيوية. هل تعلم أن نقص الفيتامين دي شائع جداً عند النساء الحوامل، خاصة في منطقة الخليج العربي؟ الفيتامين دي يلعب دور كبير في صحة المرأة الحامل وصحة جنينها. شلون؟ أثبتت البحوث أن النسبة المناسبة من الفيتامين دي عند المرأة الحامل تساعد في تفادي الولادة المبكرة والإجهاض، وحتى تقلل من الإصابة بمرض السكري والضغط اللي يصاحبون الحمل بعض الأحيان. هذا الفيتامين يساعد أيضاً في تقوية المناعة، هذا اللي يخلي المرأة الحامل أكثر استعداداً لمحاربة أي التهاب أو أمراض أخرى أثناء الحمل. وطبعاً آثار الفيتامين دي على الجنين كثيرة، فهو يقوي مناعة الجنين بعد، وحتى يعمل على تقوية الجهاز العصبي عند الجنين، وفي نفس الوقت يلعب دور كبير في تكوين العظام وأشياء أخرى كثيرة. وأحسن شيء فيتامين دي يعطيك طاقة. الفيتامين دي نحصل عليه من الشمس، لما نعرض جلدنا للشمس يتكون عليه هذا الفيتامين وبعدين جسمنا يمتصه. لكن ليش منتشر نقص الفيتامين دي في منطقة الخليج؟ يمكن لأن شمسنا وايد قوية وما حد يقدر يقعد فيها مدة طويلة، يمكن لأن معظمنا يلبس الثياب تغطي معظم أجزاء الجسم، فحتى إذا طلعنا في الشمس الشمس ما تضرب الجلد، أو يمكن لأن بشرتنا غامجة والبشرة كل ما كانت أغمج تحتاج فترة أطول في الشمس عشان تكون وتمتص الفيتامين دي. الأسباب كثيرة، لكن الهدف نفسه، تأكدي إنك تحصلين على كفايتك من هذا الفيتامين بشكل يومي. افحصي مستوياتك عند الطبيب عشان تتأكدين، لكن أؤكد لك أن النقص شائع. إذا عندك نقص، قعدي في الشمس على الأقل 20 دقيقة كل يوم، وعرضي جلدك للشمس، طبعاً مو عز الظهر، بس الصبح أو قبل العصر زين. وتقدرين حتى تسألين عن مكملات الفيتامين دي اللي هي عادة عبارة عن نقط، تأكدي أنها تكون من نوع فيتامين دي 3 اللي يحتاجه الجسم. ابدأ اليوم. مهمتنا اليوم إن نحاول نعطيك طاقة أثناء الحمل. هالطاقة ممكن تحصلينها من عدة مصادر، لكن غير التعرض للشمس وزيادة الأكل اللي يعطيك طاقة، شنو تقدرين تسوين؟ تذكرين قلنا إنك لازم تزيدين مصادر الحديد في يومك، لأن تعب الحمل بعض الأحيان يكون له علاقة بنقص الحديد. عشان هالسبب أنا دائما أقترح على النساء الحوامل إن يشربون عصير مركز يعطيهم جرعة سريعة من الحديد. لكن هذا العصير مو عصير عادي، هو عصير أخضر. ليش عصير أخضر؟ لأن الأوراق الخضراء غنية جداً بالحديد، وساعات لما تكون مستويات الحديد نازلة لازم ناكل كميات كبيرة من السلطات والأوراق الخضراء عشان نوصل للمستوى المطلوب، لكن من يقدر يأكل ملة أو ملتين من السلطة مرة واحدة؟ عشان هالسبب أقترح العصائر الخضراء. شو تحطين في العصير الأخضر؟ خيار أو أي نوع من الخضرة، تفاح أو أي نوع فاكهة، وكل الأوراق الخضراء اللي عندك في المطبخ، جرجير، بربير، خس، بقدونس، كزبرة، نعناع، أي من الأوراق الخضراء، ويصير تضيفين ماي طبعاً. يمكن في البداية يكون الطعم غريب شوي، ففي البداية يصير تزيدين نسبة الفاكهة، لكن مع الوقت يصير يكون الهدف إنه يكون معظم العصير أوراق خضراء. لكن اليوم في فقرة تحت المجهر أبي أجاوب سؤال معين يتردد كثير، يسألوني هل أحسن أحطها في العصارة وأشربها كعصير؟ أو أحسن أحطها في الخلاطة وأشربها كسموذي؟ خلي أشرح لكم شوي أكثر. إذا حطينا الفواكه والخضرة في العصارة بنحصل العصير منها بدون الألياف، لكن إذا حطينا الفواكه والخضرة في الخلاطة بنخلطهم ونشربهم
مثل ما كأن أكلنا الفاكهة والخضرة نفسها بالألياف وكل شيء، فأي واحد أحسن؟ في حالة المرأة الحامل أنا أفضل العصائر المخلوطة في الخلاطة. ليش؟ لأنها تساعدك على تناول كميات أكبر من الأكل المفيد في وقت أقصر وبدون ما تعب الجهاز الهضمي. العصائر الخضراء المعصورة بالعصارة بعد زينة، لكن فايدتها أكثر حق تنظيف الجسم في فترة ديتوكس مثلاً. فأنا اليوم استعملت الفيتامكس بلندر لأنها خلاطة قوية جداً وتساعد على تفتيت الفواكه والخضروات بدرجة عالية ما تخليك تحسين بقطع فيها، فيصير شربها أسهل وأحلى. يصير طبعاً تستخدمين أي خلاطة ثانية، لكن تأكدي أن نوعيتها تكون زينة. نحطها للأوراق والفواكه والخضار ونخلطها مع ماء ليه ما تصير تنشرب. بهالطريقة يكون عندك مصادر الحديد كلها في كوب. في نفس الوقت تقطيع الأوراق الخضراء يسهل على الجسم امتصاص الحديد اللي فيها. وأحسن شيء إن الفواكه فيها فيتامين سي، هذا يساعد الجسم على امتصاص الحديد، وضروري إن الفيتامين سي والحديد يكونون مع بعض. سوي هالخلطة وشربي منها كوب كامل مرة أو مرتين في اليوم عشان تزيد طاقتك وتستفيدين أنتي والجنين. لما أنا كنت حامل اكتشفت أن أحسن طريقة لتعب الحمل هو أني أصير مثل السنجاب، أخشش أكل في كل مكان. هذا الأكل أو السناكس بتساعدك في الحصول على طاقة سريعة في فترات متواصلة من اليوم، وحتى بتنقذك وين ما كنتي. خليني أساعدك تفكرين في أشياء ممكن تشترينها عشان تخشين أكل صحي في كل مكان. يصير تشترين تمر محشي بالمكسرات، اللوز أو الجوز الني مثلاً، وتخشينها في الشنطة. يصير تشترين مكسرات وبذور نية، تخشينها في درج المكتب. يصير تشترين حمص وزيتون من السوبر ماركت عشان يكون عندك لما تحتاجين شيء سريع تاكلينه بين الوجبات. يصير حتى تقطعين خضروات مثل الجزر والخيار مثلا وتخلينه جاهز مقطع في الثلاجة عشان لما تكونين في البيت تاكلين منه. تذكري ان التخطيط يحل المشكلة بطريقة اسهل من ما تتوقعين. وما دام الحين تعرفين ان طاقة المرأة الحامل تحتاج وجبات صغيرة متواصلة طوال النهار، تقدرين تستعملين مهارات المشتري الذكي وتشترين الأكل المفيد اللي يساعدك في حملك ويعطيك طاقة متواصلة. بعد كل الكلام عن الأكل الصحي وأهمية زيادة الخضروات والسلطات، للحين أسمع بعض النساء الحوامل يقولون إن الخضرة مو وايد لذيذة، فشون يأكلونها كل يوم؟ مدام أنتي معاي اليوم في المطبخ، براويج بعض الطرق اللي تخلي الخضروات شوي ألذ وبتساعدك إن تدخلينها في روتينك اليومي، ويمكن حتى تخلي كل عائلتك يتشوقون له. نبدأ بشنو؟ نبدأ بالبروكلي. البروكلي من الخضروات الغنية جداً بالفوائد، لكن للأسف سمعتها مو وايد زينة والكثير يقولون عنها مو لذيذة. خلينا نجرب نسوي البروكلي مشوقة أكثر. نقطعها بأحجام صغيرة ونحطها على صينية طبخ مع ورق الشمع وشوية زيت زيتون. نشويها بالفرن لمدة 20 دقيقة تقريبا لما تحمر شوي، ولا تنسين تقلبينها شوية. في نفس الوقت اخلطي صويا صوص مع دبس التمر وشوية ثوم مهروس حسب الطعام. خلطيهم مع بعض وخليهم جاهزين. لما يجهز البروكلي صبي عليه الخلطة وبعدين رشي عليه بعض السمسم، نفس أنواع الخضرة بس تصير وايد ألذ. لما جربت هذه الطبخة في البيت من كثر ما عجبتني الفكرة قلت ليش ما نجرب نطبقها على خضروات ثانية بعد. جربت سويتها مع قطع صغيرة من القرنبيط، مع قطع من اليقطين، وحتى مع الكوسة والفلفل الأخضر، كلهم صاروا لذيذين وأنصحكم تجربونهم. بعدين لما تخف يدكم شوي يصير بعد تجربون تسوونه وتضيفون له أشياء ثانية. يصير تضيفون بودرة الكركم مثلاً عشان يعطي طعم هندي شوي. يصير تضيفون بودرة القرفة أو الدارسين. الدارسين يصير لذيذ مع بعض الخضروات مثل اليقطين أو الفندال مثلاً. أو يصير حتى تضيفون مع الخلطة قشر الليمون أو قشر البرتقال، يعطي طعم آسيوي شوي ولذيذ جداً. كلها طرق سهلة تسوي الخضروات العادية اللي يمكن كنت تشوفينها مملة تسويها مشوقة أكثر، وبهالطريقة تحصلين على الفوائد والطاقة وانت مستانسة.
سؤال يقول ان قالوا لي لازم اكل جبود او الكبد عشان احصل حديد، هل هذا صحيح؟ والجواب هو ان صحيح ان الكبد غنيه جدا بالحديد، لكن في مشكلتين. اولا انا ما احب احد ياكل كبد بغض النظر عن الحيوان اللي يات الكبد منه. ليش؟ لان الكبد في الحيوانات وحتى في الانسان في الواقع تعمل كانها فلتر، تصفي كل السموم والشوائب اللي في الجسم. الكبد هي المسؤولة عن إزالة كل السموم اللي تدخل جسمنا بشكل يومي، معناه أن الكبد هي اللي تخزن جزء كبير من هذه السموم اللي تمر عليها. فلما ناكل كبد الحيوان أغلب الظن أن إحنا ناكل أيضاً كثير من السموم اللي تعرض لها هذا الحيوان، السموم اللي كانت في الجو، السموم اللي كانت في أكله، أو حتى السموم اللي تنتج عن الأدوية والمبيدات الحشرية اللي يستخدمونها في المزرعة اللي ربى فيها هذا الحيوان. فترة الحمل لأنها فترة مهمة وحساسة، فأحسن نتفادى فيها أي شيء قد تأتينا منه سموم أو مضار. في نفس الوقت الكبد تخزن الكثير من الفيتامينات، الفيتامينات اللي تذوب في الدهون مثل فيتامين A وفيتامين D، فلما ناكل الكبد يمكن ناكل كميات أكبر من هذه الفيتامينات. هذا يمكن يكون شيء زين في بعض الحالات، لكن في حالة الفيتامين A كثرته في فترة الحمل تضر المرأة الحامل وحتى قد تسبب تشوهات في الجنين. فإذا ضروري إنك تاكلي جبود اختاري نوع عضوي أفضل إذا أمكن، وخلي الكميات تكون قليلة جداً خاصة في فترة الحمل. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الإجابة. أرسلوا لنا أسئلتكم على هاشتاج شرايها عليا، أو تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي على العنوان الموجود على الشاشة. بنحاول نجاوب على أسئلتكم حسب موضوع الحلقة. للمرأة الحامل خاصة تقدرين تشترين كتابي الأخير على جهاز الآيباد، اسمه أريد حملاً صحياً، وموجود حالياً على الإنترنت. تقدرين تزورين iwantahealthypregnancy.com، كل النصائح اللي تحتاجينها للمرأة الحامل بتكون موجودة، موجودة في كتاب حتى مزود بالنصائح مرئية بالفيديو لكل فصل. شوفي وقولي لنا رأيك. النصيحة الأخيرة في حلقة اليوم إنك لما تفكرين في وجبة خفيفة تختارين رقائق الرز بدال الخبز، وتختارين الحمص بدال الجبن. ليش؟ لأن من أكبر مسببات التعب خاصة عند المرأة الحامل إنك تاكلين أكل جسمك ما يتقبله أو في تحسس ضده. معظم الناس عندهم تحسس ضد أكل معين لكن مو عارفين، يمكن لأن أعراض التحسس خفيفة وهادئة مو مثل الحساسية، فيمكن التحسس يسبب عسر هضم أو يسبب صداع أو يأثر على النوم شوي. معظمها أعراض ما العادة نربطها بالأكل اللي ناكله، وأصعب شيء أن التحسس ضد أكل معين يسبب تعب وخمول، وحق المرأة الحامل هذا التعب يزيد من حالة التعب اللي هي أصلاً عايشة فيه. فشلون تقدرين تستخدمين معلوماتك عن تحسس الأكل عشان تزيدين طاقتك؟ فكري فيها، أغلبية الناس عندهم تحسس ضد نوع معين من الأكل، شنو هو؟ أغلبية الناس عندهم تحسس ضد البروتين الموجود في مشتقات الحليب، هذا البروتين اسمه كيسين، وعندهم تحسس أيضاً ضد البروتين الموجود في الخبز اللي اسمه الجلوتين. الحين الخبز والجبن من الأكلات اللي يأكلونها الناس أكثر شيء بما فيهم النساء الحوامل، فشلون نستغرب أن الحامل تكون تعبانة؟ هذا التغيير البسيط، أن لما تين تختارين سناك تختارين شيء ما فيه جلوتين، رقائق الرز بدل الخبز، وبعدين تختارين شيء تحطينه عليه ما في كيسين، فالحمص بدل الجبن أو الروب. تغييرات بسيطة تحل المشكلة، والنتيجة طاقة أثناء الحمل وصحة وحيوية. هذه كان رأيي والقرار قراركم.